لو الحكاية فيها إن فيتو محصرة في أي جانب كان الثقافة والفنون هما الأكثر تأثيرا في الدول المصري على المستوى الإقليمي وعلى المستوى العالمي حتى العالم الخارجي الذي بدأ يقرأ تاريخ المصري القديم ويعني يدرس العمارة المصرية والفنون المصرية أعلم بداية القرن الـ19 وأشاعوا في العالم الغربي من هذا البلد الكبير القديم العريق المبدع هو الأكثر تأثيرا في حضارات حقوق البحر الأبيض.